لا نبدأ، اليوم حنكمل المحاضرة الماضية اللي هي الفور، اللي هي الفور يا طلاب. ففي عندي هنا، انتبهوا، هذا الكود. طبعا حكينا الفور فيه 3 parts يا طلاب، اللي هو عندي integer x equal 1، هذا الانيشال statement. x أقل أو تساوي 10، هذا عندي الكونديشن. x minus minus، هذا عندي الابديت statement. the out الاكس اللي هذا هو اسمه البادي لهذا اللوب. إذا بدأنا من قيمة صغيرة، ننتبه، من 1، بدي أنتهي لقيمة كبيرة، انتبهوا، أنتهي لقيمة كبيرة يا طلاب. فإذا أنا حاطة هون x minus minus، انتبهوا، x minus minus. فإذا من 1، 1 أقل أو تساوي 10 true. فإذا حيطبع عندي أول output يا طلاب، ننتبه، بطبع عندي أول output اللي هو 1، ثم بتنقص الإكس بمقدار 1، بصير عندنا 0. 0 أقل أو تساوي 10، انتبهوا، 0 أقل أو تساوي 10 كمان عم بيعطيني، انتبهوا، true. فإذا حيطبع 0. بعدين بصير عندي minus 1، فإذا كمان حيطبع عندي minus 1. لاحظوا هون، حنستمر يا طلاب بهذا اللوب. ليه حنستمر بهذا اللوب؟ طالما عندي هذا الكونديشن اللي هو x أقل أو تساوي 10، طالما عندي هذا الكونديشن x أقل أو تساوي 10 true، انتبهوا، هذا true، فإذا حيكون عندنا ما يسمى infinity loop. إذا هاي الحالة الأولى من الانفينيتي لوب، اللي هي وقت ما نبلش برقم صغير بدنا ننتهي برقم كبير، يجب أن يكون الأبديت ستيتمنت زيادة بمقدار معين. يبقى زيادة بمقدار معين، أنا هون عم بنقص، فإذا كل شوي عم تنقص قيمته، فإذا مستحيل يوصل لعشرة، فإذا هذا انفينيتي لوب. إذا هذا عنا انفينيتي لوب. لاحظوا هاي الاوتبوت بضلوا يستمر، طبعا انا عامل سكرين شوت بس للحظة، وبضلوا يستمر يا طلاب. فاذا هذا انفينيتي لوب. الحالة الثانية وهي معاكسة لإلها، انتبهوا، معاكسة لإلها، اذا بدأت برقم كبير هي 10، بدي انتهي لرقم صغير، انتهي لواحد. لاحظوا هون انا كاتبة x بلس بلس، يعني بالبداية بتكون 10، بعدين بصير عندي 11، بعدين بصير عندنا 12، كلياتهم أكبر من 1، إذا مستحيل أوصل لواحد، فإذا هذا الكونديشن، انتبهوا، هو always true. طالما هذا الكونديشن always true يا طلاب، فإذا حندخل كمان بالإنفينيتي لوب. إذا بدأت برقم، انتبهوا، هيو كبير، بدي أنتهي برقم صغير، يجب أن يكون الأبديت ستيتمنت نقصان بمقدار معين، نقصان بمقدار معين. ولكن أنا، لاحظوا، أنا هلأ هون عامل زيادة، فإذا كل ما عم بيزيد، إذا هذا الكونديشن دائما حيكون ترو، فإذا حيعطينا إنفينيتي لوب، حيستمر، انتبهوا، في الرننج لهذا البرنامج. إذا هاي حالتين من الإنفينيتي لوب نحطهم بعين الاعتبار. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ طب ننتبه لهذا الفراجمنت من الكود. integer x equal 1، انتبهوا، 1 أقل أو تساوي 10 x plus plus. هلأ الجملة الوحيدة اللي تابعة للفور هي الجملة الأولى، يعني هدول كلياتهم مع بعض. فإذا هاي السي أوت إكس يا طلاب شو هي؟ انتبهوا، سي أوت الإكس اللي عندي هون هاي عبارة عن، انتبهوا، next sequential statement. هاي عبارة عن next sequential statement. انتبهوا لهاي النوت، وقت ما يكون عندي تعريف
انتبهوا، للمتغير جوا الفور، يعني هون عرفنا هذا المتغير من نوع انتجر جوا الفور، داخل الفور في الانيشال ستيتمنتس للفور، لن يتم التعرف عليه الا في هذا البلوك، يعني بمعنى بالفور والبدي لإلها. انتبهوا، بينما عندي الموجودة بالخارج اللي هي سي اوت اكس اللي هي هاي يا طلاب، خارج نطاق الفور، فبيعطينا عليها ايرور، مش معرفة بالنسبة له. ليه؟ لأنه تم تعريف المتغير داخل الفور. انتبهوا، تم تعريف المتغير داخل الفور فبيعطينا عليها ايرور. لاحظوا هون أعطاني عليها ايرور، لأنه هون الاكس عرفتها جوا الفور، هي مش معرفة فقط إلا للبدي لهذا اللوب، خارج هذا النطاق زي هون بيعطينا عليها ايرور، بيحكي لي undeclared identifier. هذا assignment يا طلاب، حبيت إنه فكرته في المحاضرة اليوم، موجود عندكم بلاب رقم 6. بلاب رقم 6 يا طلاب، write a program in C++ that calculate the factorial. ننتبه the factorial، ما هو الفاكتوريال؟ طبعا using for loop. الفاكتوريال يا طلاب اللي هو المضروب، انتبهوا الفاكتوريال هو ما المضروب يا طلاب. هل الصوت واضح عندكم؟ للي سامع صوتي يا طلاب، عندكم مشكلة بالاتصال؟ اللي مو سامع، رانيا بنتي وجواهر الصوت واضح عندكم؟ رانيا وجواهر، طلاب يفضل انكم تضبطوا اموركم قبل المحاضرة، يعني الاكويبمنت تبعتكم شوفوها قبل المحاضرة. بيكون في تقطيع بالانترنت او في الاكويبمنت اللي بتستخدموها، يعني في اكثر من سيناريو. والسبب الرئيسي لانه امبارح انا قلت امور تبعون احد رثاء امورها ميسره، بس تبع الاثنين الواحد للتنتين هذول كانوا يغلبوني. طلاب طالما واضح عند بعض الزملاء والتاني لا، فبيكون الخطأ أو المشكلة عندهم، فبالتالي أنا بكمل. وهو عندكم already موجود يا طلاب، مسجل المحاضرة فيكم تشوفوها، مسجل المحاضرة يا طلاب. إذا write a program in C++ that calculate the factorial. الفاكتوريال هو مضروب، انتبهوا الفاكتوريال هو مضروب، نحكي مضروب الأربعة مثلا أو مضروب الان in general اللي هي n في n minus 1 في n minus 2 في n minus 3. انتبهوا مضروب الان يعني مضروب أي رقم اللي هي n في n minus 1، كل شوية تنقص بمقدار واحد لحتى نوصل، انتبهوا، لغاية الواحد. مثلا مضروب الأربعة هي عبارة عن أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. مضروب العشرة عبارة عن عشرة في تسعة في ثمانية وهكذا لغاية الواحد. بدنا نوظف يا طلاب الإشي اللي أخذناه سابقا اللي هي في المحاضرة الماضية. أعطيتكم في المحاضرة الماضية اللي هو summation لأول عشر natural numbers. حكينا في عندي هون accumulative summation اللي هو الجمع التراكمي، ومشينا بالعدد، ننتبه العدات تبع الفور من x تساوي 1 لغاية 10، من x تساوي 1 لغاية 10 يا طلاب. نفس المبدأ هون بدي أشوف هلأ لو كان عندي مضروب الـ n بشكل عام،
يا إما أبدأ باللوب انتبهوا من n وكل شوي أنقص n بمقدار واحد لحتى أوصل إلى غاية واحد، أو ممكن أنا هلأ أبدأ من واحد انتبهوا وأزيد بمقدار واحد، يعني يصير واحد اثنين ثلاثة لغاية ما أوصل إلى n، انتبهوا لغاية ما أوصل إلى n. يعني مثلا أنا هون حاطة for example sample run، ننتبه enter n. بالبداية إذا في عندي تعريف لمتغير من نوع integer، طبعا الفاكتوريال integer number يا طلاب انتبهوا natural طبعا integer n، اوكي انتبهوا، وهاي ال n بدي ادخلها عن طريق الكيبورد، حامل cn لل n، هاي المعلومة الأولى من هذا السامبل اللي أنا أعطيتكم إياه. بعدين هون لنفرض إن اليوزر دخل أربعة، انتبهوا لنفرض إن اليوزر يا طلاب دخل أربعة، أعطاني الريزلت النهائي the factorial of n is انتبهوا 24. فإذا the factorial of n is 24. كيف هلأ طلعت عندي 24 اللي هي 4 في 3 12 في 2، انتبهوا في 2 24 في 1 في 1 يا طلاب اللي هي 24. ممكن الطالب يبدأ من رقم 4 من n وينتهي ل 1، وممكن يبدأ من 1 وينتهي ل n، انتبهوا. نشوف طريقة حلها يا طلاب وكتير مهمة، انتبهوا هاي عرفت متغير في البداية، أيوة اللي هو N، هاي عرفته، وهذا المتغير بدي أدخله عن طريق الكيبورد، عملت له CN للآن. المحاضرة الماضية حكيت لكم لما يكون عندي accumulative summation بدي أحتفظ بالقيم السابقة، فعرفنا متغير اللي هو integer sum equal zero، انتبهوا integer sum equal zero. هلا يا طلاب انتبهوا في عندي عملية ضرب، عملية الضرب لازم احتفظ بالضرب السابق، يعني مثلا نحكي 4 ضرب 3 احتفظ فيها 12، ننتبه لحتى اضربها باللي بعدها، فصار عندي عملية انتبهوا accumulative للmultiplication هون، الضرب التراكمي السابق ما لازم انا اخسره، ننتبه واكمله للباقي. والنظير الضرب يا طلاب اللي هو واحد، لانه كان عندي المحاضرة الماضية عملية جمع حطيت integer sum equal zero، ونبهتكم قلت لكم لو كان هي عملية ضرب بيناتهم يجب ان يكون عندي القيمة البدائية اللي حنبدأ منها اللي هي واحد، اللي هو النظير الضربي. خلينا نشوف هلأ هنا البدي لهذا اللوب. أولاً نحن بلشنا من واحد، أنا هنا طبعاً في عندي ثلاث طرق للحل، ولكن أبسط إشي للطالب دائماً هو متعود integer i equal القيمة الصغيرة. بدأت من واحد وانتهيت، انتبهوا ما دامت i أقل من 4، يعني لو نرجع لهاي الشريحة ننتبه السابقة، بدأت أنا من واحد، هيها بدأت من هون من واحد وبدي أنتهي إلى N، يعني هلأ هون إذا كانت عندي واحد كل شوي بدها تزداد بمقدار واحد، شوف واحد بعديها اثنين بعديها ثلاثة، يعني أنا هيك عملت عملية عكسية، هذا صح. أو ممكن تبدأوا من N وتنتهوا بواحد، انتبهوا نكمل. إذا بدأت إذن هيها من واحد قيمة i إذن واحد، وننتهي لقيمة n المدخلة من طريق عن طريق اليوزر، وكاتبة أنا هون زي اللي أخذناها المحاضرة الماضية اللي هي كانت sum plus equal، هون fact multiplication equal، ولكن هاي المرة كتبتها بأكثر وضوح اللي هي fact تساوي fact القديمة، عملية الضرب القديمة ضرب قيمة i الحالية. طب خلينا نفهم هلأ هذا، بنعمل تريسينج لإلهم يا طلاب، نعمل تريسينج لإلهم.
بالبداية قيمة n عندي مثلا ندخلها عن طريق الكيبورد هي 4 اللي هو السامبل رن اللي عملته قبل شوي في السلايد السابق. نفرض ان اليوزر دخل قيمة n انتبهوا 4 وقيمة i يا طلاب انتبهوا قيمة i اللي احنا بدأنا منها اللي هي 1 وقيمة الفاكت أول وحدة اللي هي 1 موجودة عندي بالتعريف هون. هاي ثلاث قيم عندنا يا طلاب. طيب I تساوي 1 1 أقل أو تساوي من كم هون؟ ننتبه من قيمة المدخل اللي هي 4. إذن كأنه أنا كاتبة هلأ for loop من 1 إلى 4 for integer I equal 1 I أقل أو تساوي 4 ننتبه for true. طالما true حيدخل على البدي لهذا اللوب. fact تساوي fact القديمة يا طلاب اللي هي 1 هي أول قيمة النظير الضربي ننتبه 1 1 ضرب 1 إذن هي 1 فإذن حيعطينا هون الإجابة هي 1. بعدين تزداد قيمة i بمقدار 1 شو بصير عندنا قيمة i انتبهوا بصير عندنا قيمة i 2 بصير عندنا قيمة i 2 بعدين منكمل الكونديشن هل 2 أقل أو تساوي 4 هل 2 أقل أو تساوي 4 ترو فإذا fact تساوي fact القديمة اللي هي 1 ضرب قيمة i اللي هي 2 1 في 2 يا طلاب فإذا حيعطينا 2 هاي 2 بعدين انتبهوا يزيد قيمة i اللي هي بمقدار 1 تصبح قيمة i عندنا 3 هاي 3 هل 3 أقل أو تساوي 4 true طالما true فإذا fact القديم اللي هي 2 انتبهوا الجمع عفوا الضرب السابق اللي هي 2 ضرب قيمة i الحالي اللي هي 3 2 في 3 فإذا 6 انتبهوا 2 في 3 فإذا حيعطينا 6 ثم تزداد قيمة i تصبح قيمة i انتبهوا 4 تصبح عندنا قيمة i 4 4 أقل أو تساوي 4 true طالما true انتبهوا فإذا fact القديمة اللي هي 6 ضرب 4 فإذا حيعطينا الإجابة انتبهوا 24 ثم تزداد قيمة i يا طلاب انتبهوا تصبح قيمة i عندي 5 قيمة i 5 عندي الخمسة 5 أقل أو تساوي 4 انتبهوا عندي الخمسة هي false بما أنها false يا طلاب وين حيروح انتبهوا حيروح على see out هون حيروح على see out بيعطينا the factorial of n قيمة fact النهائية اللي هي 24 اللي هي حكينا هلأ لو نضرب 4 في 3 في 2 في 1 بيعطينا 24 هل بيختلف الإجابة لو أنا حكيت لكم ابدأوا من n شوفوا مكان هاي نلغيها شوفوا هنلغي هاي بتصير عندي البداية من n ولكن شو هلا الكونديشن حيكون عندي هون انتبهوا خلني بس انتبهوا اذا بدات من ان حيكون عندي الكونديشن هون يا طلاب ما دامت ممتاز لا الكونديشن مو هيك بنتيني ما دامت الاي انتبهوا ما دامت الآي أكبر أو تساوي 1 إذا كانت انتجر آي تساوي أن يعني بدأنا من 4
هل أربعة بدي أنتهي لواحد، فبحكي له ما دامت الآي أكبر أو تساوي واحد. أنا بحكي لكم من واحد إلى أن، سواء بدأت من واحد إلى أن أو من أن إلى واحد. هنكتب هون ما دامت الآي أكبر أو تساوي واحد، ومكان الآي بلس بلس شو بدأ تصير عندي هون؟ انتبهوا، مكان الآي بلس بلس تصير عندي آي ماينس ماينس أو ماينس ماينس آي، طبعا نفس المبدأ. إذا بدأت من رقم هذا من أن أنتهي لواحد، وهون I minus minus، وحكتب هاي نفسها يا طلاب ما هغيرها، يصير عندي 4 ضرب 3 بالبداية بكون عندي 12. انتبهوا، أول إشي 4 في 1 4، بعدين 4 في 3 12، 12 بعديها في 2 اللي هي 24، 2 في 1 هيك بيكون، ولكن حيعطيني نفس الإجابة اللي هي 24. تبقوا حيعطينا نفس الإجابة هي 24. كمان شوي حنعطيكم نوتس بس، لكن حطوها هلأ بدفاتركم أو هيك على ورق جنبكم إذا كان في إمكانية. هلأ هاي الآي بإمكاني أستغني عنها، فقط أستخدم قيمة أن، ما أعرف متغير اسمه آي نهائيا. كيف؟ هاي أعملوا ليها أنتو، هاي اللي أنا كاتبتها I وهي أكثر وضوح للطالب، بإمكاني أستخدم قيمة أن وكل شوي أن تنقص بمقدار واحد، يعني 4 3 2 كل شوي أنا أن تنقص بمقدار واحد وبستغني عن I. أوكي، هاي حلوها، هاي طريقة ثالثة لحل الفاكتوريال. إذا ثلاث طرق يا طلاب بإمكاني أنا أتعامل مع الفاكتوريال ويعطيني نفس الإجابة. لغاية الآن في أي سؤال؟ في أي سؤال يا طلاب بعيد؟ هلا ننتبه للبارت اللي أخذناها من المحاضرة الماضية اللي هو الانيشال ستيتمنتس، اللوب كونديشن، الابديت ستيتمنتس. في إمكانية يا طلاب الاستغناء عن البارتس هاي، يعني ممكن أنا أستغني عن الانيشيال ستيتمنت، أو ممكن أستغني عن اللوب كونديشن، أو ممكن نستغني عن الابديت ستيتمنت. انتبه، ممكن نستغني عن الابديت ستيتمنت يا طلاب، يعني ممكن أنا ألاقي في أحد الدوكيمنتس أو مثلاً في الإنترنت أو تريسنج لكود، ممكن هل نلاقي انتبهوا بهذا الشكل 4، ممكن نلاقي 4 بهذا الشكل، طبعاً بهذا الشكل مستحيل. طب خليني أقارن لكم إياها بشكل ثاني. ممكن ألاقي 4 بشكل هاد، بالشكل الثاني صح. يبهوا يا طلاب في إمكانية ألاقي هلأ جملة 4 بهذا الأسلوب، ممكن. إذن شو الفرق ما بين هاد وهاد يا طلاب؟ الفرق اللي بيناتهم، انتبهوا الفرق اللي بيناتهم اللي هي الفواصل المنقوطة. إذا بدك تحذف أي جزء إجباري وضع فاصلتين منقوطات جوا الفور، شو مسلمات هاي؟ من مسلمات يا طلاب وضع فواصل منقوطة سيمي كولونز، هاي ننتبه جوا الفور، هاي إجبارية. احذف اللي بدك إياه، احذف الأول احذفه، احذف الثاني احذفه، ننتبه احذف البارت الثالث احذفه، ولكن هدول لن يتم حذفهم نهائيا. يعني ممكن ألاقي أنا فور فقط فاصلتين منقوطات جواها، إمكاني. طب كيف؟ خلينا نتعرف هلأ متى ممكن أحذف الانيشيال، متى ممكن أحذف اللوب كونديشن شو معناتها، ومتى ممكن أحذف الابديت ستيتمنت شو معناتها يا طلاب. كل بارت على حدة، ننتبه هون للجزء الأول. للجزء الأول يا طلاب لاحظوا هون، أنا حذفت الانيشيال ستيتمنت، وين وضعت هلا
الانيشيال قبل الفور، انتبهوا وضعته قبل الفور هون لأنه أنا بدي أحافظ على الترتيب اللي أخذناه سابقا. أول إشي في التنفيذ نتذكر اللي هو الانيشيال، وثاني إشي بالتنفيذ اللي عندي اللي هو الكونديشن، وثالث إشي بالتنفيذ اللي هو عندي البادي لهذا اللوب، هاي رقم ثلاثة، ورابع إشي عندي الابديت ستيتمنت. أنا حافظت على الترتيب، هاي الانيشيال ورقم واحد. لو وضعتها قبل الفور ما حيفرق معي الإجابة، ولكن ننتبه لشغلة اللي كنا قبل شوي نبهنا عليها يا طلاب، اللي هي next sequential statement. لما كانت عندي تعريف المتغير جوا الفور، كنت كاتبة integer x جوا الفور هون، كان يعطيني عليها error، كان يعطيني عليها error. ولكن في هاي الحالة طالما عرفت أنا هذا المتغير، انتبهوا، طالما عرفت هذا المتغير قبل الفور، قبل الفور يا طلاب لن يتم إعطائنا عليها أي إيرور، لأنه صارت عندي معروفة هاي من البداية لنهاية البرنامج، يعني من بداية تعريفها هون لنهاية البرنامج، فإذا ما بيعطينا عليها إيرور، انتبهوا، مستحيل يعطينا عليها إيرور. هاي أول نوت. النوت الثانية، حكيت الترتيب أصلاً هي استخدمناها مرة واحدة وأنا وضعتها قبل الفور. لو هلأ أعمل تريسنج لإلها، انتجر X تساوي واحد، واحد أقل أو تساوي عشرة ترو، فإذا سي أوت الواحد، فإذا هاي أول أوتبوت. ثم تزداد X، ما بيروح على هاي لأنه الجملة الوحيدة اللي تابعة على الفور هي الأولى. ثم تزداد الإكس، بصير عندنا 2، 2 أقل أو تساوي 10 ترو، فإذا بيطبع 2 وبيستمر. آخر قيمة، انتبهوا، آخر قيمة يا طلاب يطلع من هذا اللوب، بتكون عندنا قيمة، انتبهوا، آخر قيمة لحتى يطلع من هذا اللوب بتكون عندنا قيمة إكس اللي هي 11. وقت يكون عندي 11 هذا فولز وهذا فولز، فإذن هيروح هلأ وين؟ انتبهوا، هيروح للنكست سيكوانشال ستيتمنت، فإذن بما إنه فولس بينتقل لهاي. إذن ما القيمة اللي هون حيطبعها؟ لاحظوا اللي هي 11 يا طلاب، هيها أضفنا من 1 إلى 10 رقم جديد، وهذا الرقم الجديد اللي هو عندي من النكست سيكوانشال ستيتمنت اللي هو هاد يا طلاب، النكست سيكوانشال ستيتمنت. إذن هل في إمكانية الانيشيال نستغني عنها بالفور؟ في إمكانية إذا تم تعريف هذا المتغير، انتبهوا، قبل هيها، انتبهوا، قبل الفور. إذن هذا المعلومة الأولى أو الجزء الأول بإمكاننا نحذفه إذا تم وضعه قبل الفور. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ انتبهوا هلأ هون عندي الجزء الثاني أنا حذفته، انتبهوا شو هو الجزء الثاني، اللوب كونديشن تم حذفه يا طلاب. اللوب كونديشن إذا تم حذفه يا طلاب هذا معناته إنه always true. إذا تم حذف اللوب كونديشن هذا معناته always true. لاحظوا هون شو في عندي، فاصلتين منقوطات كل موجودات. طب هل أحط بيناتهم سبيس؟ مو ضروري، مو ضروري يا طلاب وضع سبيس. فإذا انتجر X تساوي واحد وهذا always true، ما هو الأوتبوت باعتقادكم؟ ما هو الأوتبوت؟ شو رأيكم يا طلاب؟ ممتاز، إلى ما لا نهاية، لأنه أعطيتكم أنا شرط أنه ندخل بإنفينيتي لوب يا طلاب اللي هو أن الكونديشن عندي always true، فبيكون عندي هنا واحد، بعديها بصير عندي اثنين، بعديها بصير عندي ثلاثة،
يعني بستمر هلأ هون، انتبهوا، إلى ما لا نهاية. استمر هون إلى ما لا نهاية يا طلاب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، إلى ما لا نهاية. إذن هذا هو الأوتبوت. إذا كان دائما الكونديشن always true، فإذن هذا infinity loop. ولكن كمان حطوا هون ملاحظة، بإمكاني هاي الانفينيتي لوب، انتبهوا، بإمكاني هاي الانفينيتي لوب توقيفها بجملة break. يعني حناخد فيما بعد إن شاء الله المحاضرة القادمة حناخد البريك ستيتمنت، انتبهوا، كيفية توقيف هذه الانفينيتي لوب باستخدام break يا طلاب، حناخدها إن شاء الله المحاضرة القادمة. لاحظوا هلأ حيكون عندنا بهذا السلايد، طبعا أنا عامل سكرين شوت بس بلحظة، مستمر أصلا، هو كان مستمر بإعطاء أرقام بيضلوا يزيد إلى ما لا نهاية. فإذا هذا عندنا infinity loop. انتبهوا هون، ما هو الجزء الذي تم حذفه من الفول؟ هون عندي الابديت ستيتمنت، لاحظوا، ولكن في كل مره انا حذفت خليت السيمي كولون اللي موجودين عندي هلا تنتين، مو والله بحذف اني وخلص، مجرد بس اكتب انتجر اكس ايكوال 1 سيمي كولون بعدين اكس اقل او تساوي 10 وخلص. ضروري وضع، انتبهوا، هاي الفاصله المنقوطه. طب لما انا حذفتها بهذا الشكل، ما هو الاوتبوت باعتقادكم هون؟ ما هو الاوتبوت؟ هون حيكون عندي واحد، ولكن الواحد الى ما لا نهايه. انتبهوا، واحد اقل او تساوي 10، فإذا سي أوت الإكس حيعطينا 1، ما في زيادة، واحد أقل من 10، لأنه هذا الكونديشن دائما ترو. فإذا حيكون عندنا إنفينيتي لوب يا طلاب، إنفينيتي لوب، انتبهوا، واحد إلى ما لا نهاية بضل يستمر. فإذا أنا حذفت الأبديت ستيتمنت وكان عندي الكونديشن للبداية ترو، فإذا حيكون عندي إنفينيتي لوب. في أحد الاختبارات أنا أعطيت للطلاب زي هذا السيناريو تقريبا، ولكن كنت كاتب X أكبر أو تساوي 10. فروح شو كتبوا لي الطلاب؟ Infinity loop، وهذا خطأ، كتبوا لي الطلاب Infinity loop، ولأنتي هيك أعطيتينا. ولكن من البداية يا طلاب، واحد، هل واحد أكبر أو تساوي 10؟ من البداية يا طلاب، واحد أكبر أو تساوي 10 هو فولس، فإذا no output. هذا اللي أعطيتكم إياه المحاضرة، نهاية المحاضرة الماضية. انتبهوا، واحد أكبر أو تساوي 10 من البداية هو فولس، فإذا ما حيدخل أصلا بإنفينيتي لوب، فإذا حيكون عندنا، انتبهوا، no output. ممتاز. نشوف السلايد اللي بعده. ما هو الاوتبوت من هذا الكود؟ تم حذف هاي الابديت ستيتمنت، وضعتها انا هون، ما هو الاوتبوت في رايكم؟ انتبهوا يا طلاب، بناتي لينو هنوف،
هذا الاوتبوت يا طلاب، انتبهوا، ايرور، ما في اوتبوت، لانه انا عرفت هذا المتغير، عرفت هذا المتغير جوا الفور، فهاي عندي next sequential statement ما بتعرف على x وبيعطينا عليها error، فبيعطينا عليها error. نشوف إجابات زميلاتكم لين والهنوف ليه هيك حطوها. إذا أنا يا طلاب حذفت هاي، انتبهوا، وطم وضعها بالأعلى اللي هي integer، integer، انتبهوا، x equal 1 بالأعلى، integer x equal 1 بالأعلى بهذا الشكل، ووضعتها بالأعلى يا طلاب، فإذا لما نيجي على هون واحد أقل أو تساوي 10 true، فإذا سي أوت الواحد وبيعطينا واحد إلى ما لا نهاية، ما حينتقل لهاي وما بيعطينا عليها ايرور. انتبهوا، انتبهوا لهاي النوت. هون حذفت انا الانيشيال وضعتها بالاعلى، وحذفت الابديت ستيتمنت، فالجمله الوحيده اللي تابعه للفور اللي هي سي اوت، الجمله الوحيده اللي تابعه للفور هي سي اوت، فهاي اللي عندي نيكست سيكوينشال ستيتمنت، هاي ما بيعطيها عليها ايرور طالما انا عرفتها بالاعلى، طالما انا عرفتها بالاعلى. إذا ما هو الأوتبوت؟ هو إجابات زميلاتكم اللي هون، اللي هي حتكون عندي واحد إلى ما لا نهاية، اللي هو infinity loop. انتبهوا لغاية الآن، في أي سؤال بعيد بعيد يا طلاب؟ الإيرور اللي قبل شوي كان عندي، الإيرور اللي قبل شوي كان عندي، أنا وضعت هون، انتبهوا، كيرلي بريكت، أصبحوا التنتين تابعين لمين؟ للفور. أصبحوا التنتين يا طلاب تابعين للفور. أول واحدة بالتنفيذ اللي هي integer x equal 1، هذا رقم واحد، إذا قيمة x عندي، انتبهوا، واحد. بعدين رقم اثنين في التنفيذ اللي هو الكونديشن بنفس الطريقة اللي أخذناها، هي رقم اثنين، هل واحد أقل أو تساوي عشرة ترو. رقم ثلاثة في التنفيذ اللي هي سي أوت، هي رقم ثلاثة، فإذا حيطبع عندي أول أوتبوت اللي هو واحد. رقم أربعة في التنفيذ اللي هو الأبديت ستيتمنت، تزداد الإكس بصير عندي اثنين. بعدين وين بنروح هلا؟ على الكونديشن، اثنين أقل أو تساوي عشرة ترو، فبيطبع اثنين، انتبهوا، تزداد بصير عندي ثلاثة، وهكذا. لاحظوا طلاب، بنفس الترتيب اللي أخذناه سابقاً، الانيشيال، ثم بعديها اللوب كونديشن، بعديها عندي السي أوت، بعديها عنا، انتبهوا، الأبديت ستيتمنت، بنفس الترتيب لحتى يعطيني نفس الإجابة اللي هي من واحد إلى عشرة. سألوني طلاب، هل في إمكاني أكتب الـ x++ قبل الـ c out؟ أوكي، لو كتبناها طبعاً ما بين curly brackets، لو كتبناها يا طلاب، ما هو الـ output؟ لو تم وضع الـ x++ قبل الـ c out هون وبين curly brackets، ما هو الـ output يا طلاب؟ شو رأيكم؟ هل بيعطيني من 1 إلى 10؟ هل بيعطينا من 1 إلى 10؟ لو جربنا أول قيمة، لو جربنا أول قيمة، ممتازة هنوف، بس ما كملتي، انتبهوا، انتبهوا يا طلاب، أول قيمة 1، 1 أقل أو تساوي 10 ترو، فإذا أول إشي بواجهه اللي هي X++، تزداد الواحد بصير عندنا 2، فأول قيمة بتطلعها هي 2، بعدين بصير عندي 3 4. طيب آخر قيمة، مش هون عندي 10، 10 أقل أو تساوي 10 ترو، تزداد العشرة شو بصير عندي؟ 11 يا طلاب،
في اوت الاكس بيطبع عندي 11، اذا كانه بيعمل شيفت، بدل ما يكون عندي من 2 من 1 الى 10 اصبح عندي من 2 ل 11 يا طلاب. هذا هو الاوتبوت. بس بتغيير اماكن، بتغيير اماكن يا طلاب، فانتبهوا لها. انتبهوا، حبيت اني بس هاي اعطيكم فكره بسيطه، بدل ما احطهم بجملتين اوظف الشغلات اللي اخذناها سابقا عن البريفكس والبوستفكس في الانكريمنت. في الانكريمنت، بري انكريمنت بوست انكريمنت. لاحظوا هون اكس في البدايه 1، 1 اقل او تساوي 10 ترو، هيطبع لنا قيمه اكس الحاليه اللي هي 1. انتبهوا اللي هي 1. بعدين في عندي فيما بعد، next time، next line، انتبهوا، زيد الاكس بمقدار 1. فإذا بصير عندي 2، 2 أقل من 10 ترو، فإذا بطبع 2 ثم بزيدها بمقدار 1 بصير عندي 3. إذا في إمكانية الجملتين اللي كتبناهم هلأ وفصلناهم أكتبهم بجملة واحدة فقط، انتبهوا، اللي هي سي أوت إكس بلس بلس يا طلاب. هاي كمان طريقة. لاحظوا كلياتهم أعطوني نفس الإجابة لغاية الآن. في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ اكتبهم هون اللي أضفناه هلأ اللي هو الفاصل المنقوطة. في إضافة الفاصل المنقوطة، انتبهوا، إضافة الفاصل المنقوطة يا طلاب. وعندي تعريف متغير الإكس جوا الفور. أنا أضفت فاصل منقوطة وعرفت هذا المتغير جوا الفور، مباشرة أعطاني عليها إيرور. والسبب، والسبب يا طلاب ننتبه، أعطاني عليها إيرور. أصبحت عندي هاي الجملة، انتبهوا، اللي هي see out للx، see out للx هي next sequential statement، ما إلها دخل بالفور نهائياً، انتبهوا، ما إلها دخل بالفور يا طلاب. فأصبحت عندي هاي اللي هي next sequential، فبالتالي بيعطينا على هاي الx يا طلاب ننتبه، اللي هي خارجية أصبحت بالنسبة لإلها إيرور. فبيعطينا على هاي إكس إيرور، بيحكي لي إنه هاي خارج نطاق الفور، فإذا هي undeclared identifier. انتبهوا، undeclared identifier. طيب نسألكم هلأ، لنفرض إني أنا وضعت هاي الإكس عشان ما يطلع يعطيني إيرور بالأعلى هون، وضعت هاي الاكس قبل الفور، هل حيعطيني على هاي ايرور؟ هل حيعطينا عليها ايرور يا طلاب؟ شو رايكم؟ وضعت انتجر اكس ايكوال 1 بالاعلى، هل حيعطيني على سي اوت اكس ايرور زي قبل شوي؟ لا. طيب ما هو الاوتبوت؟ ممتاز هنوف رانيا، ممتاز، بس ما هو الاوتبوت؟ انتبهوا، اذا تم وضعها بالاعلى ما هو الاوتبوت؟ اكس يعني عندي هلا في البدايه 1، ما هو الاوتبوت يا طلاب؟ نعمل تريسينج لهذا الكود، وضعتها بالأعلى، فإذا الإيرور اللي كان عندي قبل شوي ما في عنا أي إيرور لأنه X معرفة، 1 أقل أو تساوي 10 ترو. شو بينفذ؟ nothing، empty statement. بعدين تزداد الإكس، شو بصير عندي؟ انتبهوا، 2، 2 أقل أو تساوي 10 كمان nothing، 3 أقل أو تساوي 10 يعني بيستمر، ننتبه بيستمر، بيعطيني 2 وبعدين 3،
true فإذا nothing ظل يستمر في هذا اللوب لغاية انتبهوا بظل يستمر عندي إذا في هذا اللوب لغاية مسير عندي قيمة x 11 إذا متى بيطلع من هذا اللوب ننتبه متى بيطلع عندي من هذا اللوب لما تصير قيمة x هي 11 فإذا هذا false يطلع من هذا اللوب وين بيطلع طيب انتبهوا على next sequential statement على هاي على next sequential statement فإذا see out ال x حيطبع يا طلاب عندنا القيمة النهائية ل x ننتبه see out ال x حيطبع عندنا القيمة النهائية لل x واللي هي هيها 11 هيها وضعتها أنا بالأعلى وهي فاصلة منقوطة هون انتبهوا وهي see out ال x إذا ما بنحكي والله وجود الفاصلة المنقوطة في نهاية الفور يلغي وجود انتبهوا يلغي وجود الفور هذا خطأ بنضلنا نستمر في هاي الفور لغاية ما يصير عندنا فولز إذا ما كان عندي هون فولز مثلا لو كنت حاطه هون x minus minus ضل استمر باللوب إذا هذا infinity loop إذا مستحيل أنا أروح على c out x انتبهوا حسب السيناريو اللي أنا بعطيكم إياه لغاية الآن في أي سؤال هيك ننهي محاضرتنا أي سؤال يا طلاب طيب انتبهوا للنوتس انتبهوا يا طلاب